Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Az-Zukhruf ayat 61. Disimak dengan baik, kita belajar bersama. Semoga Allah memberikan rahmatnya, memudahkan kita dalam belajar Al-Quran. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونَ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم وويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم بالحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين. Di sini ada tulisan ana
Semua tulisan ana di Al-Quran dibaca pendek kecuali anaba, anabu, anasiya, al-ana, bila. Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil Subhana rabbis samawati wal ardi rabbil arshi amma yasifun Fadharhum yakhudhu wa yal'abu hatta yulaqu yawmahumul ladhi yu'adun Wa huwa alladhi fis samaa'i ilahu wa fil ardi ilah Wa huwa al-hakimul alim وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون صدق الله العظيم شكرا على اهتمامكم اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم هدانا الله وإياكم أجمعين والله الموافق إلى أقوام الطريق ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.